كده الفيلم بخ. شادي شادي كاتش كاتش. ها هجسري اوبر؟ مش عارف افتح، نسيت الباسورد. يا طارق يا طارق، الشفره اللي علمتها لك اللي هو تاريخ عيد ميلادي بس بدل ارقام بتحط حروف، يعني A stands for 1 B for 2. خلاص 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 يا عم الحويط، اهو فتحه. ها هطلب لك اهو اوبر. ايوه خلاص اوكي. ده قدامه كتير؟ لا لا 3 minutes. طب تمام امسك. مش يا طارق، نسيها شادي. طب انتوا هتعملوا ايه؟ مالكش دعوه، امشي انت بس الحق الميتنج بتاعك وانا وشادي هنتصرف. طيب ميرسي قوي. ايه ده؟ طب ما اروح الميتنج ازاي كده؟ القميص كله شحن. قميصي كوتش. وسخ ايدك يا شادي بيه ولا ايه؟ بتهيألي دي اول مره تغير فيها الكوتش. يعني انت بجد يا طارق متخيل ان انا اول مره اغير فرده؟ لو سمحت بلاش افتراضاتك اللذيذه دي، زي ان انا مثلا مصاحب واحده متجوزه. طارق انت عارف ايه مشكلتنا بجد؟ ان احنا مش لاقيين نقطه مشتركه، مش عارفين نبقى اصحاب بجد. معاك حق، على الاقل حتى عشان خاطر فريد. بس انت لازم تبقى فاهم يا شادي ان والله ما كنتش اقصد اقول كده الفرح. خلاص الموضوع ده خلص، انا مش زعلان يعني. بس احنا بجد المفروض نحاول، المفروض ندور على حاجه مشتركه بدل ما طول الوقت احنا نقل ونقير كده، مش كده؟ انت معاك الورقه اللي فيها الكود اللي مامتك سابتها لك؟ هو ده اللي هيخلينا اصحاب يا طارق؟ لا لا مش قصدي. ماجد مثلا الباسورد بتاع موبايله عباره عن تاريخ ميلاده، بس بدل بالارقام بالحروف بترتيبها الابجدي، يعني الاي واحد البي اتنين، فهمت؟ يعني مش فاهم بس يعني هات هات الورقة، هات الورقة بس. دول 12 حرف يا شادي، يعني 12 رقم، يعني ده حساب بنك. الله يخرب بيت القضية اللي كلت دماغك يا طارق.